النهارده هنتكلم عن الدرس الاول للصف الاول الثانوي تمام في الترم الثاني وبيبتدي بالاعداد الاعداد اللي هو دي سالن خلاص طيب الاعداد ما هي انها فهم اكتر من حفظ في الالماني لان بتبقى شبه العربي نسبة يعني فاول حاجة عندنا طبعا الاعداد من واحد لحد 12 ما فيش فيهم اي مشكلة يبقى اينس سفاي دغاي فيا فومف زيكس زيبن أخ نوين تسين الف سفولف طيب من بداية 13 لحد 19 طيب لو احنا قلنا ان 3 دغاي و10 سين لو احنا حطينا الكلمتين جنب بعض بقوا دغاي سين 13 نفس الحوار لو حطينا 4 فير وحطينا 10 سين هيبقى فير سين لو حطينا فون في خمسة وحطينا تسين تمام يبقى كل رقم نحط جنبه ايه تسين بس هنيجي عندنا في 16 و17 عندنا حاجه مختلفه شويه الحاجه المختلفه ان احنا في 16 اللي هي زكس بنشيل الاس وتبقى زشت سين تمام طالما شلنا الاس يبقى ننطق دي شين هتبقى زشت بنشيل الاس طيب و زيبن زي زيبن سين ما بنقولش زيبن السين بنقول زيب السين زيب سين ليه عشان بنشيل الاي ان يبقى لما نيجي في الأرقام من 1 ل 20 عندنا بس اختلاف في رقم 16 و17، 16 و17، 16 بنشيل منه الإس و17 بنشيل منه الإي إن يبقى زش تسين وزيب تسين. بعد كده عندنا اخت تسين عادي اللي هو 8 ونحط جنبها تسين يبقى اخت تسين، بعد كده نوين تسين، بعد كده عندنا 20 محدش يحط مثلا اتسفاي ويحط جنبها تسين، لا ليها كلمة لوحدها اسمها سفان سفانسيش خلاص؟ طيب بعد كده بقى نخش بقى على ايه؟ ازاي اقول 21؟ بنقولها زي العربي بالظبط، احنا في العربي بنقول 21، في الألماني برضه بنبتدي بالواحد، واحد يعني أين، بنشيل الاس ونقول ونحط كلمة أوند، يبقى ما بين الواحد والعشرين، 22، 23 ما بين الكلمتين دول بنحط كلمة أوند، تمام؟ يبقى 1 و 20 لان 20 يعني 20 1 1 يبقى 1 و 20 طب 2 يعني 2 و 20 يعني 20 يبقى 2 و 20 و مش بنعمل بينهم مسافه واحنا بنكتب 3 و 20 4 و 20 5 و 20 6 و 20 7 7 und 20 8 و 20 9 و 20 بعد كده عندنا 30 تمام 30 بقى 30 اللي هي عباره عن مثلا لو احنا جينا قلنا ان 30 عباره عن 3 وصف طب 3 يعني اتغير ونحط لها سش بس ديت دي الوحيده اللي بالاس ست مش بيت ست خلاص يعني لو جينا عايزين مثلا نكتبها يبقى لو احنا عايزين نقول 30 40 50 60 70 لحد ال 90 بنحط سش تمام كلهم بينتهوا بالمقطع ده ما عدا 30 ما عدا ال 30 بس هي اللي بتبقى بالايه؟ بالاس ست تمام؟ اما باقي الارقام لو انا عايز اقول 30 من اول بقى 40 50 60 70 80 90 بنقول فات سيش فونفت سيش زيشت سيش زيبت سيش اخت نوت يبقى كلهم بالاتسيش سيش بالاس ست اما ال 30 هيبقى دراي سيش اللي هو اس ست ويبقى شبه الحرف ده شبه بيه بس ليه شرف كده اللي هو ليه شبه عصايه كده من تحت

فنفتسش. فنف تسش فونف يعني خمسة قمت حاطط لها المقطع اللي هو تسش اتست اي جي شبه المقطع ده بقت خمسين خلاص برضه لما نيجي بقى في الستين وفي السبعين برضه بنشيل الاس وبنشيل الاي ان شبه الستاشر والسبعتاشر فبنقول زش تسش الاس هنا برضه شلناها اين اون زش تسش سفاي اون زش تسش وهكذا نيجي بقى عند ال 61 60 يعني زشت سش طب واحد اين اون دي زشت طب 62 اتس باي اون دي زشت طيب 63 دغاي اون دي زشت سش في اون دي زيشت سيش. وهكذا لحد لما نوصل لل 70 في ال 70 ما بنقولش زي بنتسش لا بنشيل الاي ان شبه 17 بنقول زي بتسش بنقول ايه زي بتسش اهي زي بتسش بنشيل الاي ان وهكذا نبتدي برضو اين اون دي زي بتسش سفاي اون دي زي بتسش لحد لما نوصل لحد ال 80 طب ال 80 يعني ايه اخت اللي هي 8 طب وعايزين نخليها 80 نحط لها المقطع تسش يبقى اخت تسش <applause> بعد كده نيجي بقى عند ال 90 خلاص اللي هي نون تسش بعد كده مية يعني 100 والناس تقول والناس تقول طيب كده احنا خلصنا الأعداد يبقى لما نيجي نعمل مراجعه بسيطه كده على الاعداد الاعداد من 1 ل 12 اينت في فورم 6 7 زفولف بعد كده نقول من ال 13 ل 19 خلاص ال 13 لو انت نسيتها هتجيب ال 3 هتحط جنبها 3 دراي و10 يعني تسين يبقى دراي سين 4 يعني فير و يعني تسين يبقى فير تسين وهكذا بس وانت في ال 16 وال 17 بتاخد بالك انك بتشيل الاس مع ال بتبقى زيش وتبقى زي في السبعتاشر. بعد كده توصل ل 20 يعني سفانسش ولما تيجي تقول 21 31 32 ايا كان الرقم مكون من رقمين ابتدي زي العربي يعني لو قلت 35 انت قلت 5 يبقى تبتدي بال 5 يبقى فونف اوند درايسش قلنا لو اي رقم عايزين نخليه 30 40 50 لحد ال 90 بنحط له المقطع اللي هو ايه؟ اتسيت اللي هو المقطع ده اتسيت اي جي بس في ال 30 بنحط ايه؟ اللي هو الاس ست الاس ست هنا اهو مع اي رقم والست اللي هو ايه دبل اس ده شبه البي مع ال 30 بس بعد كده ايه طبعا مية يعني ايه اين هندرد بس طيب نخش بقى على ايه لما نيجي نسال طيب تاني حاجة بقى بيبقى من الدرس دوت طبعا بيتكلم عن اللي هو الليبنس ميتال وبيتكلم عن اللي هو داس اسن ودي ترينك اللي هو المشروبات والاكل وازاي اسال على سعر اكل وكم جرام من ده مثلا من كذا وبيسال على عدد الحاجات اللي انت عايزها فكل ده بقى ايه هنعرف ازاي نسال بيه طيب اول حاجة لو احنا عايزين نسال على سعر حاجة اول حاجة لو انت عايز تسال على سعر حاجة عندك حاجتين يا بتقول فاس كوستد يا بتقول في فيل كوستد طيب انا ليه هنا اللي تحتها كاتبها كوستن بالاي ان طيب لو انت بتسال على حاجه زينجولا يعني حاجه مفرد تمام فبتسال ب كوستد بالتي يعني يعني مع اي وزي واس تمام بنشيل اي ان ونحط تي طيب طب لو بتسال على حاجه بلغال جمع بتسال بالاي ان يبقى بتقول فاس كوستد مثلا سون بايش بيل فاس كوستد اين كيلو اورانج تمام كم سعر كيلو البرتقال طيب عشان انا سالت على كيلو واحد طيب لو انا هسال على سعر حاجه جامع هقول مثلا في فيل كوستن او فاس كوستن مثلا فونف اير خمس بيضات او زيكس كيوز او فونف بنانن تمام كل اي رقم اكتر من أكتر يعني جام اكتر من واحد فبنبتدي ان احنا نسال ب في في الكوستن تمام يبقى الفرق ما بين كوستت وكوستن تمام ان ان كوستت بتسال على حاجه مفرد آين كيلو تمام او ليت تمام او اي حاجه مفرده بنانا كيوي حاجه واحده بس طيب لو بالاي ان اللي هو في في الكوستن او فاس كوستن يعني يعني يا اما دي يا اما دي المهم في كوستن اللي هو يعني معناه كم يتكلف خلاص فلو حاجه جامعه يبقى هنقول فاس كوستن او في فيل كوستن خلاص بعد كده بقى بتبتدي ان انت ايه اصلا هيقول لك مثلا فون في اورو اتس فاي اورو في سنت وهكذا طيب دلوقتي عندنا بقى حاجه مهمه الفرق ما بين في فيل وفي فيلا تمام الفرق ما بينهم هما نفس الكلمتين بس في فيلا اخرها ايه طيب يبقى انت اتعلمها في دماغك الفي في فيلا اللي بالإيه بتسال عن العدد طيب في فيل اللي من غير إيه بتسال عن الكميه يبقى الفرق ما بين في فيل وفي فيلا في فيلا اللي بالإيه بتسال عن العدد يعني لو انت عندك اختيارات وعندك في الاجابه عدد غايت في, في ايا كان العدد تختار في فيلا اللي بالإيه طب لو انت عندك بره مثلا جرام عندك مثلا فم مثلا فوند مش عارف ايه ايا كان الكميه اللي موجوده بره في الاجابه يبقى تختار في فيل طيب المثال هنا بيقول لي في فيل رايس مش تنزي تمام كم كم, 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 كم كميه الرز اللي انت عايزها قام قال له اين كيلو فطالما قال له اين كيلو او قال له مثلا اين هوندا جرام او 500 جرام او اين فوند طيب ايا كان الحاجات دي الكميات دي يبقى سالت في فيل طيب هنا تحت في البايش بيل التاني بيقول في فيل بنان مشتن زي كم عدد الموز اللي انت عايزه هنا الاجابه كان فيها ايه عدد غاي فسالت هنا في فيل يبقى تاني بسرعه في فيل بتسال عن الكميه لو لقيتها بالاي في فيل يبقى بتسال عن العدد يبقى لو لقيت عدد تختار في فيل ولو لقيت كميه تختار في فيل تمام تاني حاجه ب... عندنا بقى نخش على الدفينيتا والاندفينيتا وال... ارتكل خلاص؟ طيب الدفينيتا من الاخر والاندفينيتا اللي هو شبه عندنا كده في العربي الالف واللام والنكره يعني مثلا آه الولد ولد التفاحه تفاحه يبقى عندنا د داس دي دي كل دول شبه في العربي ال طيب أين أين وأين تمام دول النكرة اللي هو شبه آ أو أن في الإنجليش اللي هو حاجة نكرة مش عارفة تفاحة موزة حاجة مش معرفة والنفي بتاع أين وأين كاين وكاينة طيب ليه حد هيسألني هنا ليه في الجامعة ما أخدش عامل شرط كده لأن الجمع ما بيتحطلوش نكرة بيتحط له مثلا يا عدد يا فيلا خلاص كلمة فيلا يعني كتير بس ما بيتحطلوش نكرة يعني إيه مثلا هقول ده سنت في أورانجن على طول ما قلتش اين او اينه عشان الجمع طيب الجمع ليه نفي اه ليه نفي بس ما نكره طيب نخش بقى على الامثله اللي عندنا البايش بيلا ده ابفل استليكر ده ابفل طيب هنا هيقول لي عايزين نقول حاجه كده بسرعه مهمه ان في الالماني ما فيش حاجه اسمها مذكر ومؤنث ومحايد وجمع طالما الكلمه اخدت د بقت هي مذكر مش هي اصلا مذكر عشان كده حطيت لها دي يعني مثلا من الاخر انت بتحفظ الكلمه بالارتيكل بتاعها بالجمع يعني مثلا تفاحه مش قاعده افكر مثلا هي هي عندنا في الطبيعه ايه فاقول فاحكم عليها مذكر ولا مؤنث انت حفظتها بايه بالارتيكل ده يبقى هي مذكر لقيت كلمه في القاموس الارتيكل بتاعها دي يبقى هي مؤنث يعني مثلا بنت بنتي يعني داس ميتشن هل كده داس داس للمحايد هل كده البنت معناها محايد لا بس هما بيعتبروها محايد عشان اخذت الارتيكل داس يبقى كل كلمه في الالماني لها ارتيكل خاص بيها وليها جمع خاص بيه يعني الارتيكل بيتحفظ والجمع بيتحفظ لان انت لو ما حفظتهمش ده بيبقى بيمنع عليك كل القواعد الجايه بعد كده هنا ابفل يعني تفاحه الارتيكل بتاعها دي التفاحه يبقى دي ابفل استليكا يبقى التفاحه بيكون ايه لذيذه طيب انا عايز اقول دي تفاحه طيب احنا هنا كنا قلنا في الجدول ان دير للماسكولين داس للنيوترال دي فيمينين واي كلمه جامعه بتاخد ارتكيل دي طيب و وداس النكهه بتاعتهم اين واين اما دي فيمينين النكهه بتاعتها اين بتاعها اين الجمع ملهوش طب النفي بتاع اين واين كاين وكاين طب النفي بتاع اينه كاين على طول طيب هنا قلت في المثال ده دي اب في الاستلكا التفاحة طب انا عايز اقول ايه دي تفاحة داس است اين اب طيب طب ليه هنا قلت اين اب في لان الارتيكل بتاع اب في الايه دي ودي في النكهة بتاخد ايه اين فحطيت هنا اين طيب قمت هنا تاني تاني بايش بيلا عندنا است داس اين كيوي ده كيوي از داس اين كيوي طيب هنا ليه قلت اين كيوي لان كيوي الارتكل بتاعها دي ودي في النكره بتاخد اين يبقى قلت از داس اين كيوي ده كيوي يعني حاجه مش معروفه أم قال له ناين داس ايست اين ابفل يبقى بنحط اين او اينة على حسب الارتكل بترجع ل... انت حفظت مثلا ايا كانت الكلمه اللي انت عايز تجيب منها اين او اينة بتشوف أص... الارتكل الاصلي بتاعها ايه الارتكل بتاع ابل دي ففي دي بتاخد ايه اين طب الارتكل بتاع كيوي دي ودي بتاخد اينة طيب هنا بيقول دازن هنا التمارين دي يعني من... يعني من اكتر تمارين اللي بيبقى ساعات فيها تريكات كده بسيطه هنا بيقول دازن بيرنن طيب احنا قلنا ان ان الدير والضس وانا بحل اكتب كده فوق بياخدوا اي خلاص طيب الدي المؤنث طب هعرف ازاي الدي المؤنث من دي الجمع دي المؤنث بيجي بعدها الفيرب بالتي دي الجمع تمام بيجي بعدها الفيرب بالاي ان دي المؤنث بتاخد ايه اينه ايه خلاص ودي الجمع اللي هي البولغال ما بتاخدش اي حاجه تاخد زيرو او اكس كده طيب هنا بنقول دازن طب هنا قلت ليه ما قلتش داز است عشان في الكلمه اللي بره جمع طيب دازن اين ولا اين ولا قين ولا يعني اكس تمام بيرنن لو انت عارف الكلمه وحفظت الجمع بتاعها يعني بيرن يعني كمثر طيب جمعها ايه بيرنن تمام طيب دي كلمه جمع هل الجمع بياخد أين ولا أين ولا, اين ولا اين ولا اين ولا اين ولا ما بياخدش حاجه طبعا الجمع ما بياخدش حاجه خلاص اهو عشان هنا الكلمه جمع تاني واحده داز الزند هنا اي ار ديت مفرد ولا جمع طيب برضو لو انت مش متاكد بص على الفيب هتلاقي الفيب ايه زند يعني جمع واي يعني بيضه واحده طب اي يعني بيض خلاص طيب هنا الجمع هنا الجمع بياخد ايه يبقى زيرو خلاص طيب بعد كده داس است خلاص قمت انا هروح اي داس است اين اي داس داس است اين كيوي خلاص تمام يبقى دي ايه اين اي طيب از داس اين بروتشن طيب بروتشن الارْتيكل بتاعه طبعا داس طب حد يقول لي انت عرفت الارْتيكل منها اقول له طبعا انت لازم بتحفظ كل كلمه بالارْتيكل بتاعها داس فهنا قام قال له دوت يعني خبز تمام او عيش صغير قال له ناين داس ايست كارْتوفل الارْتيكل بتاع كارْتوفل ايه لو انت عارف الارتكل بتاع كارتوفل يبقى تعرف تختار اين او اين او كاين kein او كاين بس هنا ناخد بالنا هنا قال له از داس اين بروتشن ده عيش قال له ناين تمام داس ايست تمام طيب هنا مش شرط ان هنا اين يبقى راح الناحيه الثانيه انا فيها كاين لا هقرا وافهم لازم الجمله او السؤال يعني ايه بالظبط از داس اين بروتشن دوت خبز قال له ناين داس ايست عايز اقول له ان دي بطاطس خلاص طيب كارتوفل الارتكل بتاعها ايه دي كارتوفل ده سيستك عين كارتوفل طيب هاست دو جيش فيستا عندك اخوات قال له ناين ايش هاب طيب هنا مفيش كلمه واحد هيقول لي يا مستر مفيش هنا كلمه طب انا هختار اين او كان على اساس ايه تمام انت هنا مش شرط يجيب لك كلمه هو هنا قصده على الكلمه اللي في المثال الاول هاست دو جيش فيستا عندك اخوات قال له ناين ايش هاب هو المفروض يحط هنا كلمة جيشفيستا تانية بس هو هنا حطها مرة واحدة بس يبقى هختار على أساس الكلمة اللي في المثال الأول يبقى هاست دو جيشفيستا هيقول له ناين إيش هاب كاينة جيشفيستا يعني أنا ما عنديش إخوات خلاص لأن الأرتيكل بتاع جيشفيستا دي ودي الجمع بليها نفي كاينة